باختزال شديد. باختزال شديد. الله يخليك. إذا أنا بودي أن نفصل نفصل هذه الرؤى معناها الرجالية المترفة عن الدين، لأنهم في الحقيقة يتسولوا. إحنا نقول طيب. إحنا بدين والقضية بالنسبة لينا اليوم في تونس على هذا كيفاش نفهم هذا معناها الضغط الكل موجه عن نساء من طرف السلفيين، واضح معناها من الطرف السلفي، هو طبيعي نتيجة ذيك السنوات أو العقود الجمر اللي عشناها والتصحر الفكري والثقافي اللي لا تلفزة تونسية ولا برامج ثقافية تثقف المجتمع، فانسابوا معناها وراء ما تبثوا الشاشات الشرقية، أورينا مظاهر معنى النقاب أو شيء آخر اللي هي غريبة جدا عن بيئتنا عن تراثنا. احنا تراثنا الإسلامي التونسي معناه في أوجه فيه نير وحداثي جدا. فمعنى كان ياخذوا، أنا في الكتاب ذاك اللي قلت عليه وريت معناه كما نقوله جد في معناه في أركولوجية الداخل التونسي كيفاش أنه إنساء معناها كان بيدهم الرابطة الزوجية كانوا فاعلات فيه. إذن القضية يبدو لي هي هذه العقلية. علاش؟ لأنه باش تغذيت ولهنا نحب نشير لأنه دقيقة نشير وأنه قضية المرأة كانت السلطة منذ الاستقلال، كانت السلطة هي اللي حميتها صحيح. فبالتالي وحتى مع بن علي كان منعرفه وأنه ما أسست قضية المرأة، نحكيه على الفيمينيزم ديتا، دونك كأنه تشفي معنا ضد بن علي وضد السياسات نتاعو ضمن السياسات، فالتشفي في المرأة أبسوليمون كأنه المرأة. ولا على ذلك نشوفه مثلا في منوبة السلفيين يتوجهوا إلى أساتذة نتاعهم يقولوا أيتام بن علي.